نرمين رح نبدأ بأولى فقراتنا لليوم، الفقرة الطبية اللي بتحمل أجوبة على كثير من أسئلة الأمهات وخاصة بهذا الفصل وهي الفترة تحديدا فترة تغير الطقس اللي بتحمل كثير من الأمراض التحسسية سواء من الطقس أو حتى التحسس الغذائي. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل وأيمتى بينصحنا الدكتور ناخذ أطفالنا حتى نعطيهم لقاح الجريب وكيف فينا نحميهم وأيضا نساهم بعلاجهم من كافة الأمراض التحسسية. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الدكتور محمد وائل شحادة، ماجستير بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة وماجستير في أمراض الكلى للأطفال. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. موسم مدارس حاليا وفتنا تقريبا بالشتي، الأمراض عم تكون كثيرة بين الأطفال بفئاتهم العمرية المختلفة، خلينا نتعرف على أبرز هاي الأمراض مع حضرتك. لا بصراحة وجود المدارس حاليا هي خصوصا بعد فترة انقطاع طويلة، يعني السنة الماضية مدارس وقفت تقريبا بشهر 4، ففي فترة غياب طويلة عن المدارس، شوي كمان كان في صعوبة بالإجراءات الوقائية عند الأطفال، شوي كان في نسيان لبعض الأشياء كانت الروتينية كثير بحياتنا وبحياة أطفالنا. فهلا الأمراض عم تجينا عن العيادات وعم يراجعونا بسبب أمراض تقلبات الطقس حاليا. السعال عم نشوف الصراحه سعال بكل انواعه بكل اطيافه مع ترفع حراري او بدونه، عم نشوف حالات تسمم غذائي تاليه لتناول اطعمه من ملوثه او من برات البيت، عم تراجعنا حالات لقمل او جدري او جرب، الجرب خفيف نوعا ما عم يكون بحالات اللي فيها اقتزاز اكثر يعني بالتجمعات المخيمات وخلافه. بتراجعنا حالات من التحسس الجلدي او حالات من التسمم الغذائي. دكتور ذكرت بالاخير التسمم الغذائي وهذا يمكن كان اشاره سريعه، بس هو كمان عم نشوفه بكثره عند الاولاد خاصه يمكن يلي مثل ما بنقول نحن بالعم بيحبوا كثير الاكلات الطيبه او حتى الاكلات الجاهزه والاكلات المكشوفه وغيرها من الانواع. خلينا نحكي عن التسمم الغذائي كيف بيصير عند الاطفال وحتى كيف نقدر نحن نحميهم من هذا النوع من هلا انه نحمي نفسنا من التسمم الغذائي. الموضوع بيحتاج لشقين، يعني ممكن نحن اول شيء الاجراءات الوقائيه اللي هي غسل الايدي، استعمال الصابون، تعقيم المياه الصنبور، تعقيم حنفيات الصنبور من برا بالمدارس، هذا الشيء كفيل يحميني من بعض الامراض. الشق الاخر هو بصراحه موضوع الاطعمه الملوثه وخصوصا الاطعمه المكشوفه. انا كثير بركز على الاطعمه اللي ما بتكون مطخيه، يعني ما بتكون مثلا معرضه للحراره. انه هي الاطعمه بتتنمى بشكل مباشر هي بصراحه الاكثر تسببا بامراض التسمم الغذائي، لانه هي ما لها معرضه للحراره، هي اطعمه نوعا ما مكشوفه، ما لها محفوظه بشكل صحيح، او اطعمه المقبلات الغذائيه معظمها الاسباب مو من سوء التصنيع، الاسباب عم يكون من طريقه الحفظ الخاطئه، يعني قطع كهرباء، بجوز معرضه للشمس برا فتره طويله، بجوز مكدسه اطعمه من فتره طويله، فهذا الشيء كله عم يتسبب بحدوث امراض عند الاطفال. دكتور خلينا بضمن نطاق التغذية عم نحكي كنا عن التسمم الغذائي، ولكن أيضا الطفل بالمدرسة أو بالحياة العادية بيحب يأكل الأكل الجاهز كتير وهذا يمكن بيسبب له نوع من البدانة، خلينا نحكي عن خطر البدانة حسب الفئة العمرية للأطفال. البدانة عند الأطفال مثل ما حكيت يعني من قصة الفئات العمرية، إذا حكينا عن البدانة من قبل السنة للطفل البدين بيصغروا بصراحه بدراسات بالجمعيه الامريكيه هو معرض لاصابه بالبدانه بالكبر اكثر من غيره، يعني وقت بكون عندي انا مقياس بدانه بالصغر فهذا الطفل معرض يكون عندي انا طفل بدين لاحقا. بالاعمار الاكبر اكثر نحن بنخاف من يصير عندي موضوع البدانه حصير في كساح، حصير في خمول، الطفل ما حيلعب رياضه بشكل جيد، ونحن كثير بنشجع على الرياضه وفائدتها للاطفال باعمار من 7 سنين وفوق يعني لحديت 12 سنه. الموضوع تناول الاطعمه السريعه والاغذيه السريعه هي كلياتها معرضه للكربوهيدرات العاليه للدسم العاليه، استقلابها بطيء عند الاطفال، صعوبه بهضمها، كلها عم تعرضهم هي بصراحه لامراض الارتجاع المريئي، وبالتالي فهم معرضين للامراض اكثر من غيرهم. الطفل البديل نحن كمان بنخاف عليه موضوع سكري الاطفال، نحن حاليا بلشنا نشوف سكري عند الاطفال بعمر 11 و12 و13 سنه، قبل ما كنا نشوف هي الحالات. ممكن يكون السكر من الولادة موجود وتحرض بالكتل الأغذية أو بسبب وجود قصة وراثية. فبرجع بقول لك إنه موضوع إنه تناول هاي الأغذية وموضوع إنه تسبب بالبدانة عند الطفل هاي كثير شغلة سائلة، نحن ممكن عرضه لطفل بدين أو ممكن نتعرض لحالة سكر إضافية
للمجتمع. هلا دكتور على هي النقطة، كثير من الأمهات يمكن أو الأهالي بشكل عام بيشوفوا إنه طفلهم يمكن عنده وزن زائد بمرحلة الطفولة، بينبسطوا نوعا ما إنه هذا نوع من الصحة الجسدية اللي حيقلب طول مثل ما بيقولوا فيما بعد، وكلياته بيتغير بمرحلة النمو. خلينا نحكي عن هي النقطة، إنه هي قديش ممكن تكون بكثير من الأوقات هي غلط، بالعكس البدانة مثل ما قلنا هي مؤشر ممكن لأمراض، مؤشر لبدانة كمان بمرحلة البلوغ أو حتى مرحلة المراهقة. هلا بصراحة نحن مع الأسف يعني طلعت الأهل اللي بيراجعوا العيادات فعلا بحالة قصر قامة أو بحالة نحول عند ابنه، يعني أكثر بكثير من الأهل عم يراجعوا إنه ابنه صحته أو وزنه زائد نوعا ما، فما حدا بيشتكي أبدا إنه ابنه وزنه زائد، يعني نادما سمعت هيك شكاية. حتى على فكرة الطفل اللي بيجي وزنه زائد الأهل ما بيكون شكايته إنه وزنه زائد، بيكون شكايته إنه هي خمول عند الطفل أو قلة تركيزه المدرسي. لأن يعني البدانة هي أحد ممكن تخفي أسباب وراء أسباب أمراضية تانية مثل قصور الغدة الدرقية، مثل السكري مثل ما حكينا، مثل أمراض نقص الانتباه، ممكن أمراض نقص التركيز أو أمراض قلة الانتباه والخمول عند الطفل. فالبدانة ممكن تخفي وراء أمراض تانية، فنحن من هون نركز كثير إنه الأهل مثل ما أنا عم راقب موضوع نقص الوزن كمان راقب موضوع زيادة الوزن. مو انه طفل نقص وزيادة بيحمل مخاطر، خلينا نقول نقص الوزن وزيادة الوزن. تمام، نحن عندنا مقاييس ستاندرد، عندنا مقاييس انحراف بانحراف معياري واحد او اثنين عن الوزن المثالي للطفل، يعني نحن بنسميه خط النمو، خط النمو ال 50% هو الشكل المثالي، انه انا عندي 50% اكثر من ابني و 50% اقل، فابني ماشي بوزن جيد. اي اختلاف عن هذا الخط هون نحن بنستدعي متابعه ونشوف الطفل انه ماشي على خط نمو او لا. تمام دكتور، كمان خلينا ننتقل لموضوع تاني حكينا عنه ونوهنا عليه ببداية الفقرة، هو موضوع الأمراض التنفسية. نحن هلأ مثل ما ذكرنا على أبواب فصل الشتاء، بعض الأهالي صار شائع عم يعطوا لقاح للجريب، قديش حضرتك بتنصح بهذا الموضوع وأيمت لازم يتاخذ بأي فترة زمنية؟ هلأ أيمت يتاخذ لقاح للجريب هو بصراحة افتراض من شهر أو بهي الفترة الحالية، نحن هلأ بالخريف، نحن نعطي اللقاح بهي الفترة لنحميه من أمراض الشتاء اللي حتيجي بشهر واحد و12/1 تقريبا، فهذا وقته كموعد لقاح الجريب، فهذا التوقيت هو الامثل للقاح الجريب. الفكره انه فيروس الجريب وفيروس الانفلونزا ممكن يغير حاله، ممكن يعمل عليه تحورات وتطلع عليه طفرات، فانا على باقي اللقاح ضد فيروس معين ممكن ما يغطي لي الفيروسات الثانيه. يعني انا لقحت ضد كثير من الفترات الماضيه ال H1N1 H1N5 وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، هي كلها بالنهايه من فيروسات الانفلونزا، بس صار عليها تحور جيني وصار عليها طفرات هي فغيرت من حالها. فانا مثلا صنعت لقاح لفيروس كليب تبع الفصل هذا، غيره تبع السنه الماضيه، غيره تبع السنه اللي بعدها، بجوز غير اللي بده يجيني بعد شهرين. مع كل هالشيء انا بصراحه لا بشجع على اللقاح، لانه بقدر الامكان يعني يعطيني حمايه لو 10%، افضل ما انه انا تكون تجيني نوبه قريب شديده وتوصلنا لا سمح الله التهاب قصبات شعريه وارزاز ومشافي، وشوفت عينك اليوم يعني مشافي كيف وضعها وما في عندنا صراحه سر استيعاب العرض اللي ممكن يجينا. دكتور اليوم حكينا عن وضع المشافي والكورونا المنتشره بشكل كثير كبير، حتى الاطفال اليوم صار هو ناقل كبير لفيروس كورونا سواء للاهل او حتى للوسط المحيط. ممكن يكون في علامات بتميز مثلا نحن الامراض التنفسيه عند الاطفال او التحسسيه مثل ما كنا عم نحكي الجريب عن الكورونا خاصه عند الاطفال؟ سؤال كثير حلو بصراحه، وانا كثير بيهمني نركز على هذا الموضوع بالفتره الحاليه، لانه الجريب صراحه يعني نحن ويشبه الكورونا بدرجه كثير كبيره، بس نحن من خلال الخبره صار ممكن نميز ببعض الاعراض. الطفل عم يشكي من صداع، نادر ما نحن اطفال عنا يشكوا من صداع، يعني ولاد ايدك عم يجاني راسي كانت كثير شكوى قليله، هلا بالكورونا كثير سمعناها. فصداع عن طفل يستدعي التحقق والفحص الجيد حول هذا الموضوع. العرض الثاني اللي شفنا حلته عن الحراره هي المشعر الاساسي عند اي طفل، القاسم المشترك خلينا تمام. حتى احنا ركزنا كثير انه يكون بالمدارس بالروضة في جهاز قياس حراره، بحيث كل طفل صح عنده ارتفاع حراري لو فوق 38 ونص ممكن يستدعي الغياب او وضع بشعبه خاصه، طبعا ما يصير هذا الطفل يندمج مع رفقاته. العرض الثاني الالام المعممه، يعني الطفل نادر ما يشتكي من ايدي عم يجعوني، رجلي عم يجعوني، يعني هو بالنهايه يعني شاب او طفل بين السن اللي فعان، يعني مو مثل الكبير بالعمر.
فضف لك رجلي ايدي ظهري مع بسين، فهي من الاعراض اللي ممكن توجهنا كثير بدرجه كبيره للكورونا. وجود السعال اللي صفاته غير السعال العادي، يعني مزمن ما عم يستجيب على الصداد، ما عم يستجيب على ادويه السعال العاديه، هذا كمان مستدعي ان انا اتفصل عشان موضوع كورونا. نعم. مع الاسف الفترات الماضيه كان الطفل هو ناقل صامت، يعني كان ينصاب ويعني فقط. اليوم عم نشوف حالات اصابه حتى للطفل نفسه بالموجه الرابعه ممكن تكون الخامسه بعد فتره، فعم نشوف اصابه حتى عند الاطفال. دكتور خلينا بالوقت المتبقي نصيحه ذهبيه بهذا الوقت بما يخص اللقاح للجريب او كورونا ممكن نعطيها للاهالي. هلا لقاح الكورونا عند الاطفال ما وجه، بس انا بنصح حتى الاهالي يتلقحوا بحيث نوعا ما يحموا حالهم من الاطفال. نعم. يعني او يحموا اطفالهم كمان، لقاح الكورونا لقاح متواجد حاليا جيد، ما له اي اثار جانبيه وما في داعي للتخوف الزائد منه. لقاح القريب كمان يعني كمان فرصه ذهبيه انه كمان نحمي انفسنا من امراض الشتاء القادمه. بننصح بالاجراءات الوقائيه، كمامه ثم الكمامه ثم الكمامه. بننصح بموضوع غسل الايدي بشكل جيد، المنظفات، المعقمات، الماء والصابون بكل المدارس، ونتمنى الحمايه ان شاء الله لكل اطفالنا. اكيد الصحه والسلامه يا رب للجميع، للاطفال يكونوا بصحه كثير منيحه ويحموا، اكيد نضمن حمايه الاهل، حمايه العيله من جد وجده، ويا رب نخلص اكيد ويكون في شفاء كامل لكل مرضى هذا الفيروس اللي خسرنا كثير من الناس اللي بنحبهم اكيد. نعم اكيد. فرح بالختام بدنا نشكرك كثير الدكتور محمد وائل، شهاده ماجستير في امراض الاطفال والرضع وحديثي الولاده. شكرا كثير. شكرا كثير لوقتك ويعطيكم العافيه. شكرا دكتور.